السلام عليكم. هنكمل المحاضرة بتاعت الديفلوبمنت. احنا قلنا المرة اللي فاتت ازاي بنعمل ديفلوبمنت في المكتب، وازاي بنقرر، وازاي بنعمل داتابيز، وازاي بنحط الخطة بتاعت التطوير، ومين المسؤول عنها، وبنراقبها ازاي، وبننفذها ازاي. وهنكمل ان شاء الله ديتيلز بتاعتها في الموديول بتاع الكواليتي. طيب، في بعض الحاجات المهمة جدا اللي بتساعدني وانا بعمل الديفلوبمنت بلان، اللي هي بتوريني انا ماشي صح ولا غلط، اعرف اقيس الدنيا ماشيه ازاي، الدنيا بقيسها ازاي، بقيم الكفاءه بتاعه المكتب او الشركه وكفاءه الناس ازاي. اسمها البي اس سي، اللي هي بالانس سكور كارد. وهنشوف يعني ايه الكي بي ايز، وبعدين كجوب ديسكريبشن ار اي سي اي ديجرام. البالانس سكور كارد ده عباره، ده اسمه ايه، او هو عباره عن ميثودولوجي بقدر بيها اقيس المدى كفاءه واتزان اداء العمل جوه الشركه، ومنه بطلع خطه استراتيجيه لتطوير النظام ده عشان يبقى في تقدم دايما. بمعنى ايه؟ بقيس بيه ايه اللي بيحصل، وبعدين بقدر بيه برضو اشوف ايه الويك بوينتس، ومن خلال بقى اروح الويك بوينتس دي بعمل اناليسس بقى، واروح مطلع منها حلول اللي بحطها في الاستراتيجيه بتاعتي اللي اقدر بيها اطور المكان. وهنيجي قدام في حاجات هتبين لكم المواضيع دي اكتر بالتفصيل. يعني اهدافها بتبقى ايه؟ طبعا ضبط اداء سير العمل في المكتب عشان اوصل للاستراتيجيك جولز اللي انا حاططها، بحط استراتيجيه عشان انظم العمل جوه المكتب والاداء يبقى ماشي مظبوط، والاداره مظبوطه، والانتاجيه مظبوطه، والبرفورمانس مظبوط، وبظبط العلاقات بين الناس وبعضها داخل المكتب، والعلاقات بين المكتب والخارج سواء كانوا كلاينتس او اللي هم الكونتراكتورز كونسلتنت، كل الناس دي، والفندرز. وبراقب العمل في المؤسسه، وبشوف اعمل كومباريزن بين اللي بيحصل وبين الاستراتيجيك جولز اللي انا حاططها. فهي زي ما قلنا هو ميثودولوجي بقدر بيه اعمل اناليسز عشان اوصل لاشوف ايه اللي حاصل واللي ماشي في المكتب شكله عامل ازاي، وهو اللي هو ماشي مع الميشن والفيجن اللي انا حاططها ولا لا. وبقدر بعد الاناليسز اقدر ان انا اطلع منها الاستراتيجيك بلان اللي انا عايز اعملها عشان التطوير. فهنا بيقول لك هي ديزاين تو ترانسليت ان اورجانيزيشن ميشن ستيتمنت اوفر اول بزنس ستراتيجي انتو سبيسيفيك quantifiable goals to monitor، دي مهمة جدا، الorganization performance in terms of achieving goals. بشوف الدنيا ماشية مظبوطة ولا لأ، بالحقيقة الجولز بتاعتي ولا. طب الكلام ده هيحصل ازاي؟ لازم طبعا يكون عندي strong leadership. يعني ايه؟ الشركة يكون الإدارة العليا بتاعتها قوية جدا، يقدروا ياخدوا قرارات، يقدروا ياخدوا التحليلات اللي بتحصل والاناليسز اللي انت طلعته ده والجاب اناليسز وكل الشغل التقيل اللي انت عملته وطلعت له الدنيا ماشية صح ولا لا، وفين المشاكل ولا لا، وان هو يحول ده كله في الاخر لبلان يقدر ان هو يحققها وتمشي الناس تمشي عليها، وبالتالي دايما يبقى فيه تطوير ويبقى فيه performance يبقى اعلى، وكل حاجة كفاءة الدنيا تبقى احسن، سواء كانوا الناس او البروسيدرز او علاقاتك بينك وبين الناس اللي بره. اهي translate the strategy into balance scorecard. بعد كده بينزلوها للليفلز اللي تحت عشان يبقى فيه tactic plan، ونخش على implementation plan واحدة واحدة لغاية ما في الاخر كل الناس هتلاقيها متربطة ببعضها، كفاءة الناس متربطة بالشغل بالperformance بكل حاجة. ففي النهاية بيديني مردود كويس جدا في البروفيت. وهنشوف الكلام ده دلوقتي. شايفين الهرم ده؟ مهم جدا. بيقول ايه دلوقتي؟ تعالوا تخيلوا معايا كده، انت عندك المهندسين بتوعك فيهم ويك بوينتس، مش شاطرين، بيعملوا اخطاء كتير، بطاء في شغلهم. فبيبقى بالتالي ايه اللي بيحصل؟ البروسيدر بتاع الشغل بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى بطيء. يعني في الاخر هتسلم المشروع متأخر، وفي أخطاء كتير، وتحصل له تعديلات كتير، وفي النهاية إيه اللي هيحصل؟ مش هتاخد الفلوس بتاعتك، أو سمعتك عند العميل بقت مش كويسة، ففي الآخر هتيجي تشوف هتلاقي الدنيا إيه؟ الأهداف بتاعتك بتاعتك ما تحققتش. يبقى نرجع تاني من تحت، لو أنت عندك المهندسين اللي عندك على طول بتطورهم وبتعلي البرفورمانس بتاعهم وبتديهم كورسات وبتعدل الأخطاء قدامهم وتعلمهم عشان البرفورمانس يبقى أعلى، يبقى كده أنت عندك الأسيتس الأصلية بتاعتك مش بس إكويبمنت، لا ده أنت عندك أشخاص وبني آدمين مهندسين كل الليفلز اللي عندك من المهندسين الصغيرين لغايه الليدرز والمانجرز، كل الناس دي على طول في عندك خطه تطويريه ليهم، للبرفورمانس بتاعهم، للاداء بتاعهم، للخبرات بتاعتهم.
كورسات محتاجينها لازم ياخدوها عشان دايما يبقى في تطوير للناس دي اللي هم الاسس الاساسي بتاعك. فتروح ده يحصل ايه؟ تلاقي البرفورمانس بتاعهم عالي، تلاقي الناس بدا الاداء بتاعها يبقى لطيف وبقى سريع وبقى مفيش اخطاء، مفيش شكاوى، مفيش مشاكل، الدنيا مشيت اسرع. وكمان انت مطور المكتب ومخليه كل الاكويبمنت كويسه، يبقى انت عندك الناس كويسه والكواليتي بتاعتهم اعلى والاكويبمنت كلها كويسه، فبالتالي الشغل بيخلص بسرعه، مفيش مراجعات كتير لان كله طالع مظبوط مفيش اخطاء. وبعد كده تيجي تروح للعميل تلاقي بيحصل ايه؟ بتعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه، بالتكلفه اللي هو عايزها، بالجوده اللي هو عايزها. هيحصل ايه؟ هتاخد منه فلوس وتاخد منه مشروعات تانية وتانية وتالتة ورابعة. ليه؟ لانك كسبت ثقته. يبقى الاساس بتاعي هو ان انا بطور الاساس بتوعي اللي هم اشخاص بني ادمين، وبعد كده اشوف الاكويبمنتس واشوف البروسيجر عامله ازاي، فيروح ده يديني مردود مع العميل وبالتالي مردود في البروفيت. تعالوا نشوف برضو ده الشارت دي حلوه جدا جدا. تخيلوا معايا كده انا بعمل ايه؟ انا عندي 3 ليفلز اهم، الليرنينج اند جروث والانترنال بروسيس والكاستمر وفي الاخر الفاينانشال. في الليرنينج اند جروث بعمل ايه؟ بامبروف السكيلز بتاعت الناس وبامبروف التولز اللي هي الاكويبمنتس، البرامج، الكمبيوترز، الوات ايفر اللي انا عندي عشان يسهل لي العمليه بتاعت الشغل، فيطلع الشغل احسن. هعلم الناس كلها بي اي ام، هحدث السوفت وير اللي عندي، اجيب بقى وات ايفر ايه هو السوفت وير اللي انا هشتغل بيه، بحيث يبقى انا في الاخر بخلص شغلي بسرعه والاخطاء اقل لان البرفورمانس عالي بتاعت الاشخاص، وكمان السوفت وير اللي عندي بقى اسرع وبقى احسن والكواليتي بتاعته احسن. كل ده بيوصلني لايه؟ البروسيس افشنسي، ان خلاص الانترنال بروسيس بتاعي عالي، الناس بتعمل شغل بسرعه، الاخطاء مفيش، وكل حاجه بتخلص في وقتها ويمكن قبل الوقت كمان. ففي الاخر ده بيحصل ايه؟ بتسلم المشروع في ميعاده او يمكن قبل ميعاده. ده بيعمل ايه؟ بيقلل الويتنج تايم، مفيش ويتنج، فبتعمل ايه؟ بقت الريتنشن، سمعتك بقت احسن. فده يعمل ايه؟ ينكريز الريفينيو. ليه بينكريز الريفينيو؟ لان انت العميل مش هيديك مشروع واحد، هيديك مشروعين وثلاثه واربعه. ليه؟ لان انت ماشي صح وعامل كل حاجه. فبيعمل لي ايه؟ انكريزنج للايه؟ للبروفيت. تعالى نمشي تاني هنا الاتجاه التاني، ان انا لما بعمل امبروفنج للسكيلز وامبروفنج للتولز بيعمل بروسيس افشنسي، يعني الشغل بيخلص بسرعه، فبيديني ايه؟ lower cost، ما عندكش اعاده شغل كل شويه، ما عندكش اخطاء كتير، ما عندكش تعديلات كتير، فبتقلل لي الكوست اللي انا بعمله والاكسبنسز، فبالتالي بتعمل لي ايه؟ بتنكريز البروفيت. يبقى انا لما بعلي مستوى الناس اللي بتشتغل مع تعليه مستوى السوفت وير والاجهزه، بيخليني البروسيس بتاعتي احسن، الافشنسي احسن، البرفورمانس احسن، البرودكتيفيتي اعلى، يا اما بتقلل لي الكوست وبتعلي لي البروفيت، يا اما بتخليني اخلص المشروع بسرعه، لما هما الاثنين بيحصلوا اكشوالي يعني. فما فيش ويتنج تايم، ففي بقى سمعه كويسه عند العميل، فبقى بيديني الانكريز الريفنيو بتاعي بيعلى، فبينكريز البروفيت. فهمتوا الدنيا بتبقى عامله ازاي؟ يبقى البالانس سكور كارد ده ميثودولوجي بعمل بيها تحليل، بشوف الوضع الحالي بتاع الناس اللي عندي ايه، الوضع الحالي بتاع الاجهزه ايه، الوضع الحالي بتاع البروسيس البروسيدجرز شكلها عامل ازاي، بعدل الاثنين دول، فبيروح مرددين في دي مع تظبيط كل حاجه بقى، وفي مونيتور وفي مراجعه وفي كل حاجه، فبروح مخلص كل حاجه في نفس الوقت او في الوقت المطلوب بالكوست المطلوب وبالجوده المطلوبه. فهمتوا بتبقى ماشيه ازاي؟ دي برده نفس الحكايه، بشوف انا بشوف كل واحده فيهم ايه الاوبجكتيفز اللي انا عايز احققها، بحط لها كي بي ايز، بشوف التارجت بتاعي، وبشوف الانشيتيف انا هبتدي بايه عشان اخلي الدنيا تعلى. فانا انا عاده ببتدي بالليرنينج اند جروث لان دي الاساس بتاعي، بشوف انا عايز اعمل ايه، بشوف الناس مستواهم ايه اللي عندي، عندي ناس شاطرين وفي ناس مش شاطرين وفي ناس وحشين خالص، فبحط لكل واحد فيهم، الشاطرين بخليهم يبقوا اشطر اكتر، المتوسطين بحط لهم بلان عشان اعدلهم وخليهم يعلوا شويه، واللي مش شاطر خالص بعمل لهم كذا بلان عشان يبقوا احسن واحسن. وبعد كده راجع كل الاجهزه اللي عندي شكلها عامل ازاي والسوفت وير عامل ازاي، بعمل ابجريد لكل الناس عشان يشتغلوا بميثودولوجي احسن، بيرفورمانس احسن، بسوفت وير احسن. ففي الاخر بيديني البروسيس بتاعتي، هتلاقيها بقت ظبطت جدا والبرفورمانس بقى كويس، يبقى حققت زي ما قلنا كل ده، يبقى في سمعتي مع العميل بقت احسن والفاينانشال بتاعي بقى احسن. نفس الحكايه برده دي كلها اكزامبلز. خلينا نشوف كده لما اجي اعمل الميثودولوجي دي بطبقها على المشروعات بيعمل ايه. انت عندك ادي المشروع وادي الايه الفيزز بتاعتها، بنقسمها بايه؟ تقييم، 3 تقييمات،
حجم الاعمال، النواحي الماليه والجدول الزمني. يعني ايه؟ انا بقول دايما لما بتيجي تعمل الاستيميشن، اكيد لما بتيجي تعمل استيميشن لكميه الشغل او كميه العمل المطلوب تسليمه، المفروض لما تيجي تعمل استيميشن يبقى اللي انت حطيته كمدير اقل من اللي انت اديته في العقد، والاثنين دول ها يبقى لازم يكونوا زي ما تنفذ او انت ممكن تنفذ كمان ايه اسرع. يعني ايه؟ انت مثلا بتقول ان انا هخلص مثلا 10 لوح في اسبوعين، يعني المدير المسؤول بيقول كده، لما تيجي تحطها في العقد تحطها اسبوعين ونص او 3 اسابيع، لان في عندك فاكتور اوف سيفتي، لما تيجي تنفذ هتنفذها في اسبوعين او 10 ايام. فهمت قصدي؟ ده بيخليك دايما انت ايه في السيف سايد. الفاست تراك بروجكت طبعا للاسف فانت بتضطر ان انت تقول لو هم عايزين يخلصوا في اسبوعين، لا انت لازم تزقها تبقى اسبوعين ونص. ولما تيجي بقى توزع العمل هتضطر انك تخلي الناس تشتغل بزياده شويه عشان تعمل شغلك تخلصه في وقت اسرع. فاهمين قصدي؟ طب الماليات، طب ايه المقرر ان العميل يدفع كام؟ انت بتعمل دلوقتي اناليسيس لحاجتين، للي انت بتاخده من العميل واللي انت بتصرفه، وتشوف بعد كده الفروق الماليه بتاعتها شكلها ايه. ايه المقرر انك تاخده من العميل؟ المفروض انا لما اسلم ال10 لوح دول اخد اكس. طب هو دفع كام؟ دفع اكس بالظبط ولا اقل ولا ايه؟ طب نسبه الدفع قد ايه من اللي المفروض كان يدفع؟ طب المتبقي من العميل كام؟ ده بالنسبه للنواحي اللي بتاخدها من العميل. طيب بالنسبه للمصروفات ايه؟ انت الاستيميشن كوست كان ايه؟ طب والمصاريف الفعليه ايه بقى، زيها ولا زياده؟ طب الفروق الماليه بتاعتها عامله ازاي؟ كل ده انت بتعمله عشان تبقى درس مستفاد لما تيجي تعمل مشروع تاني مشابه، تاخد بالك لما تيجي تحط استيميشن للكوست او استيميشن للفلوس اللي تاخدها من العميل او استيميشن للبرودكتيفيتي او كميه الشغل، لازم تبقى حاطط بالك لازم يبقى في فاكتور اوف سيفتي. وبالنسبه برده لتسليم المشروع، تاريخ التعاقد، التسليم في العقد عامله ازاي؟ التسليم اللي هو المخطط اللي انت عملت له بلان، اللي انت كنت عامل له بلان قبل كده، او الاستيميتد كام، والفعلي كام؟ في الاخر هيطلع لك مده التاخير، وفي النهايه تقدر ان انت تقيم المشروع ده كويس ولا كان ضعيف. والكلام ده بيسري على جميع الفيزز بتاعه المشروع. ده مجرد مقترح برضو ان انت ازاي تعمل بالانس سكور كارد بالنسبه للمشروع، وهنشوف برضو حاجات تانيه كتير. تمام، ادي برضو اهي دي بالانس سكور كارد ازاي بتعمل ميجرنج. اهي هنا برضو بيمبروف النولج بتاعت الناس والسكيلز، بيمبروف الكونتنت سبلايرز او اللي هي التكنولوجي، يبقى الناس والاجهزه والسوفت وير، كل ده بيدي مردود على كل اللي بيحصل جوه البروسيجرز اللي جوه المكتب، وبالتالي بيبقى العلاقه بيني وبين العميل كويسه لاني عملت له كل اللي هو عايزه، بقت سمعتي في الماركت كويسه، وبقت الناس تديني مشروع، بدل ما اخد مشروع واحد يديني مشروع اكتر من مشروع، وفي الاخر بيديني مردود كويس ان عندي ايه باخد بروفيت اكتر او الريفينيو بتاعي بيبقى اعلى. هنا دي طريقه الميجرز برده، فاكرين اللي هي بتاعت او جي اس ام، حاطط هنا طريقه قياس والتارجت، هنا حاطط امبلوي ديفلوبمنت بلانز والتكنولوجي تريننج اندكس والانفورميشن افشنسي اندكس، وبحط هنا التارجت بتاعي انا عايز اعمل ايه في مده قد ايه. ونفس الحكايه بالنسبه للبروسيدرز، ونفس وبرده بالنسبه للماركت والعميل وهكذا، والبروفيت شكله عامل ازاي. دي برده كحاجه لطيفه ان احنا بنعمل ميرج بين البالانس سكور كارد وبين الاو جي اس ام عشان اقيس نفسي اشوف انا ماشي صح ولا لا. تمام، والكلام ده كله بيحقق لي الفيجن والميشن والجولز بتاعتي ولا انا بعيد؟ تمام، دي هنا بعض الحاجات برضو اللي هتديكوا برضو خلفيه عن الموضوع وتقروه اكتر، انا مش عايزه اقرا دلوقتي، بس هو في حاجات مهمه جدا اللي هي ايه البنفيتس بقى من البالانس سكور كارد. زي ما قلنا بيمبروف البرفورمانس للمستقبل، بيمبروف الفيوتشر استيميتنج زي ما احنا شفنا في المشروع، بيفاليديت البيز لاينز، بيمبروف الكلاينت ساتسفاكشن، بيأكيوريتي ديسبلاينج اوف بروجكت ستاتس، بيأرلي اكيوريت ايدنتيفيكيشن اوف ترندز، و early and accurate identification of problems to avoid crisis. دي مهمة جدا ان انت ما بتبقى دارس الدنيا من الاول خالص، to prevent ان يحصل مشكلة، to prevent ان يحصل crisis. تمام، reasonable determination of project health، طبعا a source of critical information for controlling projects، دي مهمة جدا، basis of course correction. هنا برضو احنا ممكن نعتبر انه alert for potential problems in time to be proactive.
مهمة جدا to be proactive، مش ان انت تبقى تعمل reaction، لا انت من الاول بتعمل زي ما بنقول ايه خطوات استباقية احترازية منعا لحدوث المشكلة، زي ما بيحصل هنا عندنا اول بقى الله اكبر لما بدأت الموضوع بتاع الوباء بقى في اجراءات احترازية في البلد بحالها بتقول لك ايه لا قفل كل يقعد في بيته، محدش يختلط، اللي عنده اي اشتباه في اي حاجة بيقفلوا عليه عشان ما يحصلش حاجة. دي كلها proactive، كل دي حاجات انت بتعملها عشان تعمل تضمن ان ما يحصلش مشكله. فبرضو البالانس سكور كارد بيخليك شايف الدنيا كويس قوي، فتقدر تعمل اجراءات استباقيه لتعديل الناس وتظبيطهم وتظبيط مستواهم، ان انت تبقى تشوف ايه الجديد الموجود في الماركت كتكنولوجي، ان انت تشوف الماركت شكله ايه، فانت ايه اللي محتاج له عشان تخش في الماركت. طب انت هتعمل دلوقتي هتخش في موضوع المستشفيات، لا هنخش في المستوصفات، لا هنخش مش عارف في ايه، لا هنبني مدارس، لا احنا كل دي دراسات انت بتعملها عشان تدرس السوق وتدرس تشوف انت موقعك فين في الدنيا والدنيا ماشيه معاك ازاي بالنسبه للشغل جوه المكتب عشان تحقق الهدف اللي انت حاطه فين في الاستراتيجيك جولز بتاعتك. هنا to provide basis of consistent effective management system، طبعا provide a more definitive indication of the cost and schedule impacts، دي مهمه برضو. enable decision maker اكيد طبعا، يعني هي بتعتبر طول مهمه جدا 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 ان انت قبل ما تاخد قراراتك to evaluate طبعا project performance and understand level of customer satisfaction، اكيد لما انت بتخلص الحاجه بسرعه الكلاينت بيبان على طول شكله ايه ورد فعله والدنيا كلها وعلاقتك بيه شكلها عامل ازاي. والديستنجش بين بروجكت سكسس اند فيلير، اورجانيزيشنال ليرنينج اند امبروف بيرفورمانس فور ذا فيوتشر. طيب البالانس سكور كارد دي احنا قلنا انها ميثودولوجي، واحده من التولز اللي بعد اللي تحت البالانس سكور كارد اللي احنا بنقدر نحقق بيها البالانس سكور كارد ايه؟ الكي بي ايز. احنا قلنا قبل كده الكي بي ايز اللي هي ابريفيشن بتاعه الكي بيرفورمانس انديكيتور، ان ازاي اقدر احكم على ان اما الشركه دي ماشيه مظبوط، ايه اللي بيقول لي ايه الحاجات الايتمز اللي انا بعرفها او بشوفها اقول ان الدنيا ماشيه كويس، ايه الحاجات اللي بتخليني اعرف ان الشخص ده او المهندس ده ماشي مظبوط. مثلا المهندس المعماري العادي ايه هي الكي بي ايز بتاعته؟ ان هو مثلا عدد الاخطاء قليله. فاكرين الحاجات اللي بنحطها كايفالويشن دي بتقول لي دي كي بي ايز بتقول لي إيه؟ لما تتحقق مظبوط بتقول لي اذا كان الشخص ده كويس ولا مش كويس. برده بالنسبه للمشروع يبقى الكي بي ايز بتاعت المشروع ايه؟ ان هو المده ماشي في المده بتاعته مظبوط في الجدول الزمني، الكوست بتاعته مش عاليه، بنقدر ناخد فلوس من العميل على طول في وقتها، البرودكتيفيتي بتاعتي ماشيه مظبوط، كل الكلام ده كي بي ايز بتاعه المشروع. يبقى الكي بي ايز دي بتساعدني في ان انا اعمل ايه؟ ان انا احقق او ان انا احكم واشوف الدنيا ماشيه ازاي سواء كانت الشركه او المهندس او المشروع. تمام؟ وكل واحده فيهم بتتحط على حسب احنا محتاجين ايه. تمام؟ وده طبعا بيجي برضو منين؟ من اول حاجه عندي اللي انا بحطها الميشن والفيجن والاوبجكتيفز والجولز والتارجتس. انا عايز ايه من المهندس من البدايه خالص؟ محتاج 1 2 3 4 يبقى هي دي هتخش في الكي بي ايز. انا محتاج ايه من البروجكتس؟ يبقى هو ده اللي بناء عليه هحط الكي بي ايز بتاعت البروجكت. محتاج الشركه تمشي ازاي؟ منها بيطلع الكي بي ايز اللي هشوف انا همشي ازاي. دي بتديفاين الكي بي ايز ذات ميتس ايه؟ تحقق لي الايه الجولز والاوبجكتيفز بتوعي اللي موجودين هنا واشوف انا هبتدي بايه وهعمل ايه وهكذا بمشي كده ايه واحده واحده لغايه ما في الاخر الكي بي ايز دي بتحقق لي اللي انا عايزه هنا من الاول خالص وبتنزل في كل المستويات لغايه ما اشوفها كده قدامي متحقق. تمام؟ دي برده نفس الحكايه. خلينا نشوف هنا بقى. طيب الكي بي ايز لما احط هل انا بقى هروح لكل مهندس وكل بروجكت والشركه احط كي بي ايز لكل فتفوته بتحصل فيها؟ لا، هي الكي بي ايز دي احنا بنعملها ليه؟ بنعملها قلنا عشان يبقى انا كده مصدر من مصدر المعلومات اللي بيها بقدر احكم على الشخص او البروجكت او الشركه. طيب بتحكم بناء على ايه؟ المعلومات دي بتجي لك بتعملها اناليسيس، بتاخد الاناليسيس دي بتساعدك في انك تاخد ايه ديسيشن ميكنج. يبقى انت المفروض لما تجي لك داتا ما تجيلكش داتا كتيره تتوهك، يبقى انت تحط كده 1 2 3 4 كده بالكتير لكل حاجه تقيس لك بس الدنيا ماشيه ازاي. يعني المهندس ما جيش بقى احط له 100,000 حاجه وطريقه تعامله، لا انا عايز الحاجات اللي بتقول لي الشخص ده بالبرودكتيفيتي بتاعته بتبقى كويسه ولا لا، يبقى هشوف هو بيخلص كام لوحه في اليوم،
او في الساعه، هو بيعمل كام خطا في اليوم او في المشروع، بيعمل يعني براجع له شكله عامل ازاي، يعني بقعد كده احط حاجات اللي هي الميجر اللي تخليك تقدر تحكم ان الشخص ده ماشي مظبوط. بالنسبه للمشروع واضحه جدا، انا عندي الثلاثه بتوع المثلث الجوده اللي هو ايه، الوقت والفلوس والجوده، دول مهمين. يبقى انا بشوف الاستيميت المقابل اللي حاصل الحقيقي اللي اتحقق سواء كانت في وقت او في فلوس، وبشوف الجوده ماشيه مظبوط ولا لا، في اخطاء كتير ولا لا، والكلام ده كله. يبقى احنا لما نيجي نحط كي بي ايز مش هنحط كل حاجه لازم احط لها كي بي ايز، لا اخد بالي كويس قوي انا بحط كي بي ايز لايه بالظبط، واللي لها علاقه بالايه، ميشن والفيجن والجول استراتيجيك اللي انا حاططه، واللي اقدر اخدها عشان اعمل لها اناليسيس. مش هروح مطلع كل الداتا دي وبعدين في الاخر احطها على جنب وما استعملهاش. هو ده اللي بيحاول ان هو يوصله لنا. طيب how do you develop effective KPIs؟ انا دلوقتي حطيت KPIs للاشخاص والبروجكت وللشركه، وخدت الداتا اللي طلعت لي من الكي بي ايز دي، وجيت اعمل اناليسيس لقيت ان ملهاش، يعني ما بتعمليش اللي انا عايزه، ما بتطلعليش اللي انا عايزه، بروح اعمل ايه؟ براجعها بالجولز اللي انا حاططها في الاول خالص، الاستراتيجيك جولز، عشان اشوف هل لو ما حققتليش اللي انا عايزه يبقى عيد تاني، ارجع تاني واشوف. لا الكي بي ايز، لا انا بدل ما هقول ان هو طريقه التعامل بس، لا انا هحط مثلا عدد الاخطاء، لا انا هحط اذا كان بيعلم اللي تحت ولا لا، انا هحط مش عارف المشروع ما محتاج احط له البرودكتيفيتي كمان، مش هحط بس فلوس ووقت، لا هحط حاجه كمان، طب هشوف عدد المراجعات، طب هشوف مش عارف ايه، طب هحط عدد الاخطاء. بعد اروح رايح جاي كده لغايه ما اوصل للكي بي ايز، الداتا اللي بتجيلي منها بتخليني اقرا صح الدنيا ماشيه ازاي، وبتساعدني ان انا اقدر احط اجراءات استباقيه لتحسين وتطوير الاداء، سواء الشخص او المهندسين يعني اللي عندك، او اداء المشروع او اداء الشركه بصفه عامه. تمام، ده كده ملخص الدنيا اللي هو برده بيقولها ازاي هنا، how to develop effective KPIs. طيب ايه هي الماتريكس اللي ممكن بقرا بيها الكي بي ايز؟ زي ما قلنا طبعا الكوست فارينس بين الاستيميتد والاكتوال، سكيدول برضو بين الاكتوال والاستيميتد، الكوست بيرفورمانس اندكس، الكلام ده كله هدي لكم في الاخر كده بعض التعريفات بتاعتها والمعادلات بتاعتها، وفي فايل لطيف جدا هدي لكم برضو موجود في الريدنجز بيتكلم عن الموضوع ده وازاي تحسبوه. سكيدول بيرفورمانس اندكس، الريسورس يوتيلايزيشن، النمبر اوف انستافد اورز، والبرسنت اوف مايلستون ميست، شايفين دي مهمه جدا. ايه كمان؟ مانجمنت سبورت اورز از ا بيرسنت اوف ليبر، بلاننج كوست از ا برسنتج اوف ليبر، بيرسنت اوف اسامبشن ذات هاف تشينجد، كاستمر لويالتي، طبعا لو انت عملتش كويس قوي شغلك مع الكاستمر اللويالتي بتاعته هتلاقيه بيقول لك انا مش عايز حد تاني غيرك يعمل لي كل مشروعاتي، لكن لو جه قال لك لا هو مشروع واحد مش عايز منك حاجه، تعرف على طول ان في عندك مشكله كبيره، ودي طبعا معروفه. percent turnover of key workers، ودي مهمه جدا جدا، حتى بتبقى معروفه الشركه الفلانيه لا ده الناس عندها ما بتقعدش، يقعدوا شويه ويجروا، ده معناه ان في مشكله عندك، انت بتنفر الناس اللي عندك ما بتدخلهمش يقعدوا معاك، يبقى في عندك مشكله في البروسيدر او في الاجراءات او في ريجوليشن او في مرتبات او وات ايفر او طريقه تعامل وات ايفر، لازم تراعي وتشوف الموضوع ده ايه المشكله اللي عندك. percent of labor hours spent on overtime، زي ما قلنا ليه الناس بتقعد اوفر تايم؟ ما انت عندك 8 ساعات في المكتب، ليه بتقعد اوفر تايم؟ يا اما كميه الشغل الزياده عليه فهو شايل تاسكات زياده، او لان هو ما بيشتغلش في الوقت العادي وانا مش عارف اعمل له مونيتورنج وبيجي يشتغل اوفر تايم عشان ياخد فلوس زياده. لازم ده كمان تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. كوست بير بيج فور كاستمر ريبورتنج، لما تشوف برده دي حاجه يعني ان ديتيلز قوي في الكاستمر. طيب الشركه بتقدر تحكم عليها بايه؟ ايه الحاجات اللي بتقول ان انت ماشي مظبوط او لا؟ معروفه طبعا الاوفر هيد ريت، لو انت عندك اوفر هيدز عالي جدا يبقى ده معناها ان انت ايه، مزود الدنيا جامد وعمال ايه، فاتح قوي صدرك لكل حاجه، وفي الاخر انت ما بتجيلكش انكم يغطي لك الاوفر هيدز دي، ومهما ما جت بتتاكل بيروح في الاوفر هيدز، ده معناه ان في عندك مشكله، يبقى لازم تراجع الاوفر هيدز بتاعتك عشان تعمل لها ايه، ريدكشن، لازم تقللها شويه، سواء كان الكلام ده في عدد المهندسين او كان في الاجراءات او وات ايفر ايه هي اللي مسببه لك اوفر هيد، لازم ايه تراعيها وتراجعها.
نت ريفنيو بير امبلي. هنا دي بس دي حاجه تفصيليه شويه، اللي هو الريفنيو بيروح مقسمه على كل المهندسين اللي عنده الستاف اللي هم متعينين، وبيشوف كل واحد فيهم نصيبه قد ايه من الريفنيو ده. فهو ده بيبقى زي كي بي اي بيقرا بيه اذا كان فعلا في دخل عندك انكم كويس ولا الانكم ده مش كويس. البريك ايفن ريت، انا بريك ايفن مثلا بالنسبه للكورس كان زي ما قلت لكم قبل كده في الاي او سي كان 7، ده معناها ان احنا معليين شويه الـ او يعني بتلاحظ بيها اذا كان ثمن الكورس ده كويس ولا لا. يعني لو انا الكورس يبقى ده معناه عندي مصاريف عاليه، فعشان كده ايه عندي بريك ايفن عالي. انت بريك ايفن بتاعك ايه، مشروع ولا اتنين عشان تغطي مصاريفك، او ان انت محتاج ايه؟ يعني فاهمين قصدي، عارفين ايه هو البريك ايفن؟ فهمتوه كده؟ اللي هو بنسميه الاوفر هيد زائد اليونت كوست اوف سالري اللي هو الناس عارف. بس دي هنا ديتيلز قوي برضو، هي يعني كجنرال يعني زي ما قلنا انت امتى بتحس ان انت دخلت الانكم بتاعك او المصاريف اللي انت صرفتها، فهمت كده؟ فدي بتحطها في حسبانك برضو اذا كان الشركه عندك ماشيه كويس ولا لا. البندنج بروبوزل دي مهمه جدا، ان ساعات تروح جاي لك عملاء كتير وكل واحد فيهم عايز مشروعات وبتاع وحاجات، تقعد تعمل بروبوزل وتقدمه، وبعدين في الاخر ايه بتلاقي نفسك مش كل المشروعات اللي انت قدمتها بتتحقق وايه وتشتغل او بتتنفذ او بتاخدها فعلا وتبتدي تاخد فيها داون بيمنت وتبتدي تشتغل. فده برضو بيشوف هل في بقى مشكله عندك انت بقى ولا المشكله فين، في طريقه التعامل مع العميل، فما عرفتش تكمل البروبوزل، ما عرفتش تكمل العقد، ولا ايه المشكله دي. برضو حاجه من الحاجات اللي بتقيس بيها انت الدنيا ماشيه معاك في الشركه ولا لا. الباك لوج فاليو دي اللي هو ان انت بتبقى بتشتغل في مشروعات وانت لسه ما خدتش لها فلوس، زي المسابقات مثلا. في ساعات المسابقات لما بتقعد بيبقى عندك عدد مسابقات كتير وتقعد تشتغل فيها كتير، ده معناه ان انت بتشغل الناس عدد ساعات كبير بس في الاخر ما فيش انت، ليه؟ لان مش كل المسابقات بتكسب منها. فتخلي بالك قوي من النقطه دي. اليوتيلايزيشن ريت ده برضو الاكويبمنت او يكون الناس اللي شغاله معاك والاكويبمنت اللي موجوده والرننج كوست اللي موجود يكون نسبته معقوله، تكلفته معقوله، ما يبقاش عالي قوي. هنا هو بيقول لك for professional and technical staff including principals a reasonable goal would be 75% لثمانية 85%، والانتاير ستاف بيبقى 60% ل 65%. يعني دي بعض الارقام كده حطيتها ان انت ازاي تحسبها. يعني الاوفر هيد ريت برضو دي من ضمن الحاجات المهمه جدا. ده الكوست اوف نون بروجكت ريليتد اكسبنشر دي برضو بتشوفها تارجت. في ساعات كده الاوفر هيد ريت اللي انت بتحطها فوق اي تكلفه مشروع، يعني انت بتقول تكلفه مشروع مثلا اكس، عايز تحط اوفر هيد كام؟ هي بتبقى في الطبيعي بتاعها من 1.5 ل 1.75 على حسب انت الاوفر هيد بتاعتك شكلها عامل ازاي. ادي البريك ايفن برضو ريت، ده الريت اللي انت بتحطه وطريقه حسابه. هي شويه كومبليكيتد بس هتلاقوا برضو التفاصيل بتاعتها في الفايل اللي انا حطاه، ازاي تحط البريك ايفن ريت. النت مالتي بلاير ده ريبريزنت الاكتوال ريفينيو جنريتد باي ذا اركيتكتشر اور انجينيرنج فيرم اكسبريسد از ا برسنتج اور مالتيبل اوف توتال دايركت ليبر. برضه هنا بيبقى بيوزعها على عدد العمال اللي عندك بالنسبه للانكم اللي داخلك شكله عامل ازاي. كل دي بعض الحاجات اللي هو بيفترضها اللي ممكن منها تقيس بيها انت شركتك بتكسب ولا ما بتكسبش، بس ماشي مظبوط ولا مش ماشي مظبوط. هنا age accounts receivable the average age of an architecture or engineering firm's account receivable can be calculated. هنا انت بيرجع لك فلوس في النت باليوم بقى قد ايه، حاجات تفصيليه قوي كده. profit to earning ratio برضو المكسب ايه بالنسبه لل يعني اللي انت خدته بالنسبه للمكسب بتاعك قد ايه، دي كلها حاجات بتقدر ان انت تحسب بيها الدنيا ماشيه ازاي ماديا في الشركه. نت ريفينيو بير امبلوي برضه دي بتقسمها على الامبلويز، تشوف كل واحد فيهم نصيبه قد ايه. والكاش فلو طبعا ان انت بتاخد من العميل فعلا فلوس او الانكم اللي بيدخل لك ده كافي ان هو يمشي الدنيا عندك في المكتب، ولا الدنيا ماشيه معاك ايه على القد بالظبط، واللي بيجي بيروح طالع يا اما في سالري يا اما في ضرايب يا اما في تامين وات ايفر، وفي الاخر انت ما عندكش كاش فلو في ايدك خالص نتيجه ان الاكسبنسز عندك عاليه.
يعني كل الكلام ده بتعمله. بروبوزال بيندنج برضو زي ما قلنا تاني، والباك لوج فوليوم، كل الحاجات دي ان ديتيلز بقى بالكلام بتاعها. اهي دي الحاجه اللي كنت بقول لكم عليها في الاخر، اللي هو ايه هي البلاند فاليوز. انت اكيد اخدتوها في شغلكم وبتستعملوها، لانها حاجات لها علاقه بالفاليو انجينيرنج شويه او بالفاليو مانجمنت سيستم. هي اهي بلاند فاليو، هي البادجت كوست اوف ورك سكيدجول، الاكتوال كوست طبعا ده اللي هو الكوست اللي حاصل فعلا اللي اتصرف، الايرند فاليو انت البادجت كوست اوف ورك برفورمد كذا. ادي دي الكوست فاريانس، بيبقى الايرند فاليو ناقص الاكتوال كوست، الكوست برفورمانس اندكس وهكذا. ادي المعادلات بتاعتها تشوفوها بقى ان ديتيلز، مش عايز اتكلم فيها لانها محتاجه بس الواحد يبقى شايفها ان ديتيلز ويبقى في معاه ورقه وقلم عشان يحسبها. تمام، بس اهي دي كلها، وهتلاقوا في فايل لطيف جدا هيعجبكم في الاخر في كل الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل. دي بعض صور للداشبورد اللي بتبين انت الستيتس بتاعتك عامله ازاي. لما بيبقى عندك سوفت وير ممكن يطلع لك الكلام ده كله ويخليك شايف البرفورمانس بتاع الناس ماشي ازاي، المشروعات ماشيه ازاي، السالري عامله ازاي بالنسبه للانكم وهكذا. خلينا نشوف بسرعه بعد كده بقى الجوب ديسكريبشن وايه هي فايدتها. الجوب ديسكريبشن زي ما قلنا هي بتقول، بيبقى المفروض بتتقسم لكذا حاجه. بتقول اولا الكواليفيكيشن بتاعت الشخص اللي انت هتعينه ده ايه المطلوبه، نتيجه ايه، ان هو هيشتغل ايه، يبقى الرول بتاعه، وايه هي الكي بي ايز بتاعته، ايه اللي انا هقيمه على اساسها، وايه هي ومين هو بيريبورت لمين، وفي الاخر بنقول السالري بتاعته كذا وشغله كام يوم والاجازه بتاعته كام. كل الحاجات دي بتبقى موجوده في الجوب ديسكريبشن. يبقى عشان تعمل ابديت للكلام ده فبنديفاين قلنا الجوب ديسكريبشن بتاعت كل موظف، بنابديت الجوب ديسكريبشن دي ريليتد للكرنت ستيتس الحقيقيه، لان كل واحد بيبقى متعين على جوب ديسكريبشن معينه وبعدين بتلاقيه بيعمل حاجات ثانيه ده شور يعني. وبعدين ديفاين الديفلوبمنت بلان فور ايتش امبلوي، دي الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها بالبالانس سكور كارد، ان انا بشوف المستوى اللي بيشتغلوا عندي شكلهم ايه، المهندسين اشتغلوا معايا، يبقى انا بشوف الجوب ديسكريبشن هم اتعينوا على ايه وايه الحقيقي اللي بيعملوه، وعلى اساسه بشوف هل هم بقى اللي هم بيعملوه ده بيطلعوا الكفاءه بتاعته كويسه ولا لا، وبناء على كده بعمل ديفلوبمنت بلان علشان اشوف كل واحد فيهم محتاج كورس في ايه عشان يبقى احسن، او محتاج ان انا اراجع معاه ايه عشان امبروف الكواليتي بتاعته. وبعد كده بشوف ديفاين الهيراركي بتاعه المكتب نفسه، واشوف هل الشخص ده بقى محطوط في المكان المناسب ولا عايز يتنقل في مكان تاني، لان الكلام ده مهم جدا جدا، بيفرق كتير مع الناس كنفسيه، وده بينعكس عليه طبعا في ايه، في البرودكتيفيتي بتاعته. والديفاين الريفيجن مانجمنت سايكل والكوردينيشن انسايد او اوتسايد المكتب يعني. طيب نيجي بقى للحته المهمه اللي هي اللي اسمها ار اي سي اي، طبعا ده ابريفيشن لايه، ريسبونسبل اكاونتبل كونسلتنت اند انفورم. ده تول بيعملوها يا جماعه بعض الناس اللي هم بيشتغلوا تو اساين تاسك. يعني ايه؟ دايما انت لما بتاساين التاسك لو انت ما بتعملهاش بطريقه بروفيشنال واوفيشال وبتبقى محدده فلان الفلاني اللي هيعمل الشغلانه الفلانيه، وبعدين مين اللي هيستلم منه فلان الفلاني، طب مين اللي هيراجع فلان الفلاني، مين اللي هيعمل كوردينيشن فلان فلان، مين اللي مدير بقى اللي بيراجع على كل الكلام ده فلان الفلاني، طب مين بقى اللي مسؤول عن كل الدنيا دي كلها. لو ما فيش الهيراركي ده واضح يعني واضح جدا، كل مشكله هتحصل، احنا عارفين طبعا ان المشاكل يتيمه. يعني ايه يتيمه؟ ملهاش اب، ملهاش صاحب، ما تحصل مشكله لا ماليش دعوه فلان فلان المسؤول، لا ماليش دعوه ده فلان اللي مسؤول. فالطريقه دي بتخليك بتبقى عارف كويس قوي كل واحد بيعمل ايه. يعني الريسبونسبل ده الشخص اللي بينفذ الايه التاسك نفسه، الاكاونتبل ده اللي هو اللي فوقه على طول اللي اداله الاساين التاسك، وبعدين الكونسلتنت ده اللي انا بس يا مدير بتاعي لو سمحت طب انا عايز ادي الفلان الفلاني التاسك الفلاني بالطريقه الفلانيه، اوكي ماشي، يقول لك اه ماشي روح مديله وهكذا. الانفورم ده اللي هو اكبر واحد اللي هو بيتعلمه بان الشغلانه الفلانيه اتعملت عن طريق فلان الفلاني اللي هو كان ده اللي بيراجع عليه، وانا راجعت عليهم هما الاثنين وتاكدت ان كل حاجه مظبوطه قبل ما تقول له الدنيا دي حصل فيها ايه. ففهمت الدنيا، فهمتوا الدنيا ماشيه ازاي في الار اي سي اي دي؟ هي طريقه لطيفه بتخليك تاساين التاسك وتعرف الهيراركي بتاعها، فتعرف تمونيتور وتعرف ايه بنسميها ايه تجازي صح، يعني تدي بونس او تعمل بنالتي، فتعرف اه طريقه للتقييم.
فهمت قصدي؟ فهو ده اللي هم بيعملوه. اهي الار هو از ريسبونسبل، ده البيرسون اللي هيعمل اساين التاسك بالظبط. طب هو از اكاونتبل، ده ذا بيرسون هو ميكس ذا فاينل ديسيجن اند هاز ذا التيميت اونرشيب. طب مين الكونسلتنت؟ ذا بيرسون هو ماست بي كونسلتد بيفور ا ديسيجن اور اكشن از تيكن. طب هو از انفورم، ذا بيرسون هو ماست بي انفورم ذات ا ديسيجن اور اكشن هاز بين تيكن. خلاص، موضوع بسيط جدا ولطيف جدا، بس بيبقى سهل قوي ان انت تعرف تتراك التاسكات، فبتعرف تشوف مين المسؤول عن الغلطه اللي حصلت في الحته الفلانيه مثلا. تمام، دي بقى بتفرق في ايه؟ برضو بتفرق في الورك لود. انت دلوقتي عندك 3 مهندسين، انت لقيت نفسك مدي 2 مهندسين شغل قد كده، وفي مهندس لا في الطراوه ما عندوش شغل. لو عندك الطريقه دي بقى هتبقى واضحه قدامك مين واخد كام مشروع، مين واخد كام تاسك، وكل تاسك منها حجمها قد ايه. فما تيجي تعمل تساين التاسك تبقى عارف، ما تروحش تيجي على واحد تديله شغل كتير والتاني قاعد فاضي. فدي بتبقى مهمه جدا، بتبقى لطيفه قوي. في السوفت وير اللي هديهولكم ان شاء الله قدام كل مهندس بيبان كده جنبه وانت جاي تساين التاسك ومعاه كام مشروع، عشان تبقى شايف الدنيا ماشيه ازاي. ري اورجنايزيشن طبعا بتبقى مهمه، في ان انت لو حبيت تعمل ري اورجنايز الناس وتحطها في اماكن مختلفه بتبقى عارف كل واحد فيهم دوره عامل ازاي ومين هيعمل ايه، فبتفرق كتير. اهي that key function and processes are not overlooked. Employee turnover, the newcomers can quickly identify their roles and responsibility. طبيعي ان انا لما باجي اديله الجوب ديسكريبشن بتاعته بيبقى معروف هو دوره ايه وبيعمل ايه، ولما بيشوف قدامه التري دي موجوده فبيبقى عارف انا هعمل الشغلانه الفلانيه، وفلان هو الليدر اللي هيديهاني، وفلان المدير اللي هيراجع له، والفلان هو المسؤول مسؤوليه كامله من بعيد، وهكذا. فبتبقى التري واضحه جدا. الورك اسايمنت زي ما قلنا ان انا ما بديش حد شغل كتير والتاني قاعد فاضي. البروجكت مانجمنت طبعا برضو كل واحد فيهم بيبقى له دور معين، فبعرف ان انا ادير الدنيا، فبيبقى فيه فلكسبيليتي طبعا، وما بيبقاش فيه ما بيضيعش المشكله يعني، بتتعرف على طول مين هو السبب بتاعها. والكونفليكت ريزولوشن provides a forum for discussion and resolving inter department conflict زي ما قلنا، عشان بتحصل مشكله بعرف على طول مين اللي ايه صاحب المشكله دي واحلها. لكن the stated cues, the output from RACI is a simple yet effective method of documenting the roles and responsibilities in an organization. تمام، اهي دي كده example ليها، بس دي بيكتبوا. خلينا نشوف واحدة تانية كانت ألطف. أيوة دي مثلا هنا define product objectives، الـ A اللي هو الـ accountable ده، خلينا responsible أهو طالع مين؟ project product manager كده، يعني فيها تقسيمة شوية. كانت في واحدة قالت هنا مثلا أهي ده هنا بيعملوا ويب سايت، في عندي ويب سايت مانجر، وفي ديفلوبر، وفي الكونتنت ادمنستريتور، وفي ادي ويب ادمنستريتور، وفي سيلز مانجر. لما بيجي يعملوا بروجكت بلاننج مين الاكونتبل؟ الويب سايت مانجر. فمين الريسبونسبل اللي هيعمل؟ طبعا ديفلوبر، وبعد كده الكونسلتنت اللي هو الكونتنت ادمنستريتور، هو والايه والويب ادمنستريتور والسيلز مانجر، دول كلهم كونسلتنت. طب لما اجي اشوف الكونتنت ريفيو اللي هيراجع بقى لازم ادي انفورم اكبر واحد ان الدنيا ايه اتعملت. فاهمين بتتقسم الحكايه؟ في واحده ثانيه اهي مثلا بلاننج وسكيدول، هنا اسامي الاشخاص وكل واحد قدامه هو هيعمل ايه. يعني البلاننج اللي هيعمله مين؟ ده جيف مثلا هو اللي هيبقى مسؤول ان هو يعمله، ومايكل هو الاكاونتبل، وريتو دي اللي هي اللي هانفورمها ان كل حاجه اتعمل، وانا بقى انا كشخص انا الكونسلتنت، وهكذا. وفي حد تاني بيكونسلت اللي هو فيليكس، ومثلا المدير معايا اللي تحت النائب المدير مثلا وات ايفر. تمام، فهي بتحط اسامي الاشخاص مثلا، وهنا الحاجات التاسكات المطلوب تتعمل، وبحط قدام كل واحد كل تاسك من دي مين المطلوب يعمل ايه. شايفينها؟ هي طبعا حاجه يعني للاسف هي ما بتستعملش عندنا، بس هي فعلا فيري امبورتنت، بتبقى لطيفه جدا دي لو انت هتستعمل اكسل شيت. لكن لو انت هتعمل برضو سوفت وير، في سوفت ويرز كثيره تبقى اسهل كتير في الكلام. اتمنى يكون الكلام ده يكون له فايده عندكم ان شاء الله، وتقدروا ان انتم تنفذوه عندكم في شركاتكم، وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. ده الاسايمنت الاخراني بتاع اللي هو اخر واحد بالنسبه للمحاضره دي، هتلاقوه كله موجود، انا حطيت الفايلات على جوجل درايف، وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله باذن الله.